أحييكم أحييكم وبالأشواق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم صينية كوسة باللحمة المفرومة بطريقة سهلة جدا، ومكوناتها زي ما انتم شايفين بسيطة خالص، وان شاء الله هتعجبكم. طبعا اول حاجة انا معايا كوسة، هو زي ما انتم شايفين انا غسلتها كويس ونضفتها ورحت جاي مقطعاها زي ما انتم شايفين كده، وطبعا معايا اللحمة المفرومة هعصجها، ومعايا هنا البصل، بصل اهو مقطعاه صغير، ومعايا عصير طماطم وسمنه ومعلقه ثوم، تمام. وهنا طبعا فلفل حراق، فلفل حراق براحتك خالص زي ما انت عايزه، عايز تستغنى عنه مفيش مشكله. وهنا طبعا معايا البهارات، البهارات ديت اللي هحطها على اللحمه، فلفل اسود وكزبره وشويه كمون صغيرين. وهنا طبعا البهارات اللي انا هحطها على الصلصه، فلفل اسود وسكر، تمام كده. هنا طبعا معانا معلقه زيت واحده بس، بصوا معلقه زيت صغيره، انا مش عايزه اكتر من كده. وهنا الصلصه ممكن استغناء عنها مفيش مشكله. تعالى اول حاجه نقول بسم الله ونبدا الشغل بتاعنا على البوتاجاز، واقول لكم انا هعمل ايه. اول حاجه ننزل بيها شويه زيت صغيرين جدا اهوت، شايفه معلقه مش عايزه اكتر من كده، وهنزل عليها كده ايه بالكوسه. انا هشوحها بس انا مش هطويها، تمام. شويه ملح صغيرين صغيرين بس كده ايه يديها طعم. انت لما تتبلي كل حاجه لوحديها بتدي نفس معاكي، بتدي طعم جميل جدا اهو. خفيفة كده، شويحة خفيفة خالص، انا مش هخلي الكوسة ايه تنزل المية بتاعتها، لا انا بشوحها بس. طلع معاكي ريحة جميلة جدا مع التوابل كده، بسم الله ما شاء الله جميلة. بس كده هي كده تمام خلاص، هنزلها بقى في الصينية اللي انا ايه هظبط فيها الاكل النهاردة. اهي حبايبي هفضيها بقى بسم الله اهيت، ولا نزلت ميه ولا اي حاجه، محتفظه بالميه بتاعتها، وانا بس ايه تبلتها زي ما انتم شايفين وشوحتها بمعلقه زيت واحده بس، تمام كده. نبدا بقى نشتغل ايه في اللحمه اهوت. دلوقتي هنزل معلقه السمنه كده بسم الله، والبصل شوحها بس كده، شوحت البصل اهو، ودي كاب الفلفل عايز تستغنى عنه، تمام. عايز تحطي فلفل رومي، مش عايز تحطي حراق مفيش مشكله اهو زي ما انتم شايفين كده. اقلبها شوحتهم خلاص كده تمام. ننزل بقى باللحمه، نقلبها برده كده فيها ونشوحها، وطبعا ايه نحط البهارات، فلفل اسود وكزبره ورشه كمون، طبعا هحط الملح برده، برده احط الملح بس كده. نقلبها بقى اهي، اللحمه استوت معايا اهو، ما بتاخدش اصلا ايه ما بتاخدش سوا يعني، بسم الله ما شاء الله بتستوي على طول اللحمه. دلوقتي بقى ايه احط الصلصه اهو، معلقه كده عصير طماطم، بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بقى احط رشة السكر، عايز استغنى عنها تمام، هي رشة صغيرة يعني تمام، وبرده ايه ورشة فلفل اسود بس كده، رشة صغيرة، دي رشة ودي رشة اهو. سيبها بقى تغلي بس كده وارجع تاني ايه اوريها لكم. يا حبايبي الصلصة غليت معايا اهو باللحمة،
دلوقتي بقى هبدأ ايه، انزلها في صينية الكوسة. صينية الكوسة معايا اهي، طبعا الملح انت مظبطاه وكله تمام. هنزلها بقى بسم الله. هي بقى كده بسم الله ما شاء الله، يعني بجد صينية كوسة الله أكبر عليها بجد. لو جربتوها، لو عيالك مش بيحب الكوسة هيموتوا فيها بالطريقة دي إن شاء الله. يعني بسم الله ما شاء الله، مش قادرة أقول لك، يعني يا ريت كلكم تجربوها لأولادكم، بجد هتعجبكم جدا بإذن الله. أهو زي ما أنت شايفة كده، أنا بقى إيه هدخلها الفرن بقى. يعني مش كتير، يعني ربع ساعة كده، ان الكوسه اصلا ما بتاخدش سوا، وانا الصلصه واللحمه وكله مظبطاه اصلا، مش محتاج يعني سوا كامل. تمام كده اهوت، بس كده ادخلها، ولما تطلع ان شاء الله هوريها لكم. من الفرن اهو زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله شكلها جميل ازاي، وما شاء الله استوت معايا اهو زي ما انتم شايفين. هي كده خلاص تمام. يا رب تكون النهارده عجبتكم الوجبه بتاعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.